ثلاث بؤر وبائية أدت إلى نفوق أزيد من 500 رأس من الأغنام بولاية الجلفة، هو السبب مرض معدي لم يعرفه موال والمنطقة من قبل. الوباء هذا راه جانا حاجة جديدة، ما كناش نعرفه. تقريبا المحصول تاع العام تاع القلم يموت، خصوصا الخروف. النعجة تبدا تضلع وتقبضها سخانة، والخروف ينكع الحليب تاعها يموت. تصيب المواشي العديد من الأمراض، ومن عام 2010 أصابتنا أمراض خطيرة جدا مثل الحمى المالطية، مثل أمراض كثيرة. لكن هذا المرض خطير للغاية لأنه يتجدد، يعني عندما تشفى الشاة من الغنم يتجدد. لواحد شهر انتشر في هذه المنطقة ومات لي 39 رأس. التشخيص الأولي للعينات بيّن أن السبب هو طاعون صغار المشترات في انتظار نتائج التحاليل المعمقة. التحاليل المخبرية الأولية تخلينا نشك باللي كاين مرض صغار المشترات. هما ثلاث بؤر، واحدة في بلدية دلدول، واحدة في بلدية سيد رحان، واحدة في بلدية فضل بطمة، يعني مصالح بيطار المركزية بصدد تحضير مخطط وطني قريبا إن شاء الله يخص تلقيح جميع قطعان الأغنام على المستوى الوطني. إجراءات وتدابير وقائية اتخذت فور اكتشاف الوباء للحد من انتشاره. الحيوانات النافقة ولا الميتة، الخرفة الميتة، قمنا بعملية الدفن الصحي نتاعها، الباقي راه معزولة، وأمرناهم باش يلزموا الأماكن نتاعهم حتى تمكين السلطات الدولة بالقيام بالإجراءات في ظروف هادئة. وإلى غاية مباشرة عملية التلقيح ضد هذا المرض يبقى الالتزام بشروط الوقاية ضرورياً.